السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجاء مرحبا وياكم. خلونا ناخذ فكرة عن اللوجيكال فوليوم ديفايس نيمينج. حاليا احنا عملنا اللوجيكال فوليوم، ما عندنا اي مشكلة، ممكن انه احنا نبدأ بها، بس نحتاج انه احنا نضيف له اسم ايضا. اللوجيكال فوليوم ديفايس نيم ممكن انه انت تضيف لك ادريسنج، انه انت تعرفه باكثر من طريقة. طبعا اسهل طريقة انه انت تعمل ادريسنج عن طريق شو؟ عن طريق مثلا انت تيجي تسميها فور اكزامبل ديف بمسار الديف، اوكي، تذكر الفي جي جروب اللي هو عايد له مع النيم، تذكر ايضا اللوجيكال فوليوم نيم. هذا اسرع طريقه انه انت توصل لها، لانه انت خلقته بهذه الطريقه. فاحنا عندنا اللوجيكال فوليوم مثلا اسم ممكن نسميها باللوجيكال فوليوم داتا، الفي داتا، اوكي. فبيعطيك كل الديسك سبيس، ياخذ الديسك سبيس من من اللوجيكال فوليوم، احنا نعرف بياخذ الديسك سبيس مسافته من مساره من 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 الفي جي داتا، اوكي، واللي هو بالتالي حيكون انت عندك الديف في جي نيم، اوكي، والال في نيم، يعني بهذا المسار. يعني احنا اذا حبينا ناخذ الانفورميشنز او الداتا كيف تيجي من اللوجيكال فوليوم، هي بياخذها من 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 الفوليوم جروب، اوكي. فحتى تسمي انت اللوجيكال فوليوم نيمز، دائما اختار عندك اسماء مشابهه مع الفوليوم جروب، يعني اللوجيكال فوليوم تكون مشابهه مع الفوليوم جروب، بس حتى انه انت ترمز له بشيء معين، او مثلا تقدر تسميها مثلا فور اكزامبل عندك في السنتوس بسماها سنتوس، فالسواب والروت والبوت هذه عايده للسنتوس، يعني ممكن تسميها اي اسم اخر، انت حر، لانه الاسم بيلعب دور مهم في اللوجيكال فوليوم، اوكي، لانه هو حيكون المخطط او الخريطه للديفايسز الهارد اللي مربوطه، اوكي. هو الانترفيس حيكون مع من؟ مع اللينكس كيرنل ادريس ستورج ديفايسز. فانت عندك الديفايس مابر يتم استخدام اكثر من نوع، اوكي، اكثر من طريقه تستطيع انه تعمل فيها مابينج. مثلا انت في عندك نوع ال LVM فوليوم، ممكن ايضا تستخدم احد السوفت ويرز اللي هو الريد ريد، اوكي، عفوا مو ريد ريد، اللي هو ار A I D، يمكن في ناس سمعت عنه، اللي هو ايضا ممكن تستخدم الادفانس نتورك ديفايس، انه انت تقدر تعمل مالتي باث للديفايسز. هذه الاجهزه ممكن انه انت تعملها في لوكيشنين محددين، الديفايسز ممكن تكون في مسار الديف، وممكن تكون في تعمل لها تخصيص لها، يعني ممكن انه انت تيجي تعمل مسارها يكون مثلا في الديف مثلا دي ام for example minus zero، وتعملها في مسار آخر مثلا DM minus one. استخداماتها يعني في مجال آخر مثلا ممكن أنه تستخدمها أنت، لأنه هذه الأجهزة، أسماء الأجهزة أو devices name اللي احنا ذكرناها، مفروض أنه ما توفر أو ما تعطي أي information عن الديفايس. ليش؟ لأن أسماء ديفايسات ممكن تكون الهاردات ممكن تكون متشابهة بالاسم، فحتى لا يكون أنت عندك confusing، لا يكون عندك confused للمن للكيرنل. فلهذا إحنا نستخدم شو؟ نستخدم عفواً ال symbolic links اللي تم شرحها في شابترات سابقة كثير. ممكن إنه إحنا نعمل mapper مثلاً div mapper، ونعطي للدايركتوري المسار اللي موجود إلها، وحنشوف كيف نعمل هذا الشيء، اللي هو يدل على أساس إنه الفوليوم جروب بهذا الاسم وال اللوجيكال فوليوم بهذا الاسم، ويكون عندك باترن خاص. ممكن تعمل انت ايضا لك باترن خاص، نمط خاص بالتسميه، اوكي، حتى لما تيجي تشتغل مع اللوجيكال فوليوم، اوكي. فانت ممكن تكتبها فور اكزامبل مثلا اذا احنا جينا كتبنا هنا نمشي هنا من كلير مثلا سلاش ls minus l، اوكي، dev، شو اكتب احنا سميناها يمكن vg data slash lv data sorry هذا ايضا اوكي cannot access ليش؟ لأنه احنا يمكن ما سميناها بهذا الاسم، اوكي،
احنا شو سميناها؟ منو يتذكر شو كان اسمه؟ اللوجيكال فوليوم، يمكن كان L logical volume vol 1 مو؟ بس لا ما بيشوفه، ليش؟ ما كان في LV data صح؟ طيب احنا ممكن يكون بالكوماند يكون في اخطاء، يعني هذا صح بالنسبة للمابر ينكتب بهذا الشكل. LV data no such file or directory. لأنه زين خلينا نشوف مثلا ls minus l dev mapper. اها هذا بيشتغل. اوكي احنا غلطنا بالش اسمه بكتابته، هذا نسيت شو اسمه. طيب بس هذا بيشتغل المابر. نلاحظ هنا في عندنا الديم ماينس 0، الديم ماينس 2، الديم ماينس 1، الديم ماينس 3، هذا اللي انا تكلمت عنها قبل شوي. هذا من هو الديفايس نيم، اسم الديفايس. اوكي طيب خلونا نجي نعمل فوليوم جروب ولوجيكال جروب مع بعض، لانه باين انه انا يمكن عملت شويه خرابيط الدروس السابقة، نسيت اسم الأشياء اللي أنا عملتها. create أو clear يعني نسيت الطرق اللي أنا استخدمتها سابقا. فإذا كتبنا pvs نعمل enter. أوكي في عندنا sdb 1 صح، اللي هو عايد للVG من volume group data. حلو جدا، إذا احنا في عندنا dev sdb 1 وعايد لهذا لأنه إحنا عملنا create سابقا. هو created على أساس من؟ على أساس ال VG data، أو ممكن اللي الناس اللي ما عملت ممكن تستخدم الطريقة اللي هو ال VG create data وتعطي لهذا الاسم، ما عندنا مشكلة. فإذا أجينا إحنا كتبنا مثلا VGS ونعمل enter، حيعطيني ال volume group. عندي هذا، عندي هذا، عندي هذا، هذا موجود عندي، ممتاز جدا. حلو طيب هذا الخطوة الأخرى. هنا طبعا هنا بيعطيك الفوليوم جروب انه تم نجاحها، ما عندك مشكلة. وكمان ممكن تستخدم احد الكوماندات PVS. PVS بيعطيك الفيزيكال فوليوم اللي هو هذا موجود. هاي فقط للتحقيق انه حتى نتأكد لين نعمل كرييت واحنا نسينا واحنا ما تذكرنا. فخلونا نجي نعمل لوجيكال فوليوم اخر. لو اجينا احنا عملنا مثلا LV وجينا كتبنا مثلا LV create وحنسميها مثلا minus an n، نعطي لها اسم LV data حتى تكون بنفس الاسم. minus L 50% تكون free. اوكي نربطها مع من؟ نربطها مع VG data. اوكي حتى تكون معاه بديتا. هذا ايش راح يعمل لك؟ راح يعمل لك لوجيكال فوليوم باسم LV data اللي راح يتم استخدام 50% فقط من الديسك سبيس من VG data اللي هو الفوليوم. اوكي لاحظ تم عملها اللي هو ياخذها 50% من ديسك سبيس من VG data الفوليوم جروب. طيب لو اجينا احنا نريد نتحقق انه هذا تم عملها لو لا، LVS مثل ما انت عندك VGS PVS عندك LVS. نلاحظ انه في عندنا احنا هذا عملناها سابقا وهذا ايضا احنا عملناها، ممتاز ما عندنا اي مشكله. يبقى انه احنا ايش راح نعمل بعد يحتاج انه احنا نجي نعمل فايل سيستم. اوكي نحتاج نعمل فايل سيستم على من؟ على اللوجيكال فوليوم اللي احنا عملناها، لان اللوجيكال فوليوم مالتنا ما فيها فايل سيستم. حتى نعمل فايل سيستم احنا نعرف كل الزين انه الفايل سيستم للريد هات هو XFS صح، واحنا نعرف انه حتى نحول اي شيء الى XFS نستخدم ال MK ساعدوني FS صح، MKFS.XFS، ونيجي نذكر فيها المسار بالكامل. يعني المسار شو راح يكون؟ dev slash VG data اللي هو الجروب مع logical volume
data. لاحظ ما موجود فيها الphysical data، ما يحتاج تذكرها، تذكر هذا فقط. أوكي، نضغط enter، هيقول لي إنه هذه الأشياء، يعني بيعطي details عنها، إنه هو عمل لك file creator أو عمل لك شو، عمل لك file system. طيب إذا إحنا نيجي نكتب مثلا for example mkdir، نعمل له directory اسمه files. أوكي، نعمل enter. نجي مثلا for example شرح نعمل محمد عيسى، لو نجي نكتب نانو etc fs tab، خلنا نضيفه بال fs tab صح. لو نجي بال fs tab الان المسار اصبح واضح جدا، يعني احنا بس مجرد، طبعا ممكن ناخذ كوبي من هذا، كوبي اعمل بيست، بس المابر غيره بيمين VG data وهذا ب LV data. لاحظ كم هي أصبحت سهلة، اسم فقط، اسم صح. هذا حيكون مربوط مع label من files، حلو، واللي بدورها هو امتداده XFS واللي هو defaults 1 2. أوكي، فإذا بهيك شكل أنا ألاحظ أنه أنا أستطيع أيضا أضيفها في الـ FS tab وهو يأخذ التعريف. يبقى علي نعمل Ctrl X Yes Enter، يبقى أنه أنا أعمل check أتأكد من أنه هو عمل mount M-O-U-N-T minus A حتى نتأكد mount point files that not exist. ليه؟ ليه مش موجود؟ هذا إذا ظهر عندك مشكلة، يعني لازم تحل المشكلة وبعدين ما بينفع أنه أنت تجي my computer كيف مش موجود home f files مش موجود، غريبة. لأنه عملنا فد مصيبة، هذا المسار هو directory وليس file. اوكي، حيكون في مسار، عفوا حيكون في مسار الروت. الان احنا عملنا هذا الشيء بس هذا عملناه في داخل محمد، احنا لازم نحدد ايضا المسار. يعني هذا عمل لك دايركتوري في محمد، لكن احنا لازم نعمل دايركتوري في الفايلز نفسها. لو اجيت عملت ماونت مرتلاخ ذاتس ات، اشتغل، ما عندك اي مشكله، ممتاز، على مبروك انه انت عملت هذا الشيء. طيب خلينا نجي نشوف التايم 13 نوقف نكمل درس القادم.